للمشهد السياسي المعارض في سوريا وزن يضاف إلى تأثير التظاهرات الضخمة المستمرة. ميدانياً خرجت مسيرة تشييع كبيرة في المناطق التي سقط فيها قتلى تظاهرات الجمعة إثر إصابتهم برصاص أجهزة الأمن. بحسب ناشطين حقوقيين أضافوا أن القوى الأمنية تستمر في إطلاق الرصاص خصوصا في خان شيخون في إدلب. وسط هذه الأجواء يشهد الملف السوري مزيدا من الحراك السياسي المعارض، يتلخص باجتماع أحزاب معارضة منضوية تحت لواء هيئة التنسيق الوطنية في إحدى ضواحي دمشق، ومن بين المشاركين الكاتب ميشيل كيلو. وفي باريس يعقد معارضون سوريون داخل ائتلاف القوى العلمانية والديمقراطية السورية اجتماعا تنسيقيا لهم. من جهته التقى المعارض السوري البارز برهان غليون وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبي الذي عبر عن صدمته من استمرار خطورة القمع في سوريا. أما المتظاهرون في الميدان السوري فعبروا عن استيائهم من عدم توحد المعارضة السورية. من جهة أخرى لا تزال اعترافات المقدم حسين هرموش مؤسس الضباط الأحرار تتفاعل، إذ أكد المعارض السوري صلاح الدين بلال من باريس أن هرموش تعرض للخطف بعد وقوعه في شرق وتم اقتياده بالقوة إلى سوريا. وحرصا منها على المساهمة في حل الأزمة السورية وصل وفد نيابي روسي إلى دمشق للقاء الأسد وممثلين للمعارضة لخلق أطر لعملية تفاوض وفق ما أكدت وكالة أنترفاكس الروسية. وسط هذه الأجواء أعلن وزير التربية السوري أن الموسم الدراسي سيبدأ في موعده وسيتوجه أكثر من 5 ملايين طالب إلى صفوفهم وسيتم اتخاذ كل الإجراءات لضمان سير الدراسة. وكان المتظاهرون رفعوا شعارات تؤكد عدم التحاقهم بالمدارس.